صباح الخير. مرسوم التجنيس الذي احتل العنوان الأول في اليومين الماضيين، طبعا بالإضافة إلى تشكيل الحكومة ورسالة القوات اللبنانية إلى الكونغرس الأمريكي ومحتواها، اليوم كل هذه المواضيع اليوم سنطرحها مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، صباح الخير. صباح النور. بدي بلش بمرسوم التجنيس. أكيد شفت يعني الناس والقوى السياسية والسوشيال ميديا والكل اليوم عم يتساءلوا عن مرسوم التجنيس، هل في مرسوم تجنيس ولا لا؟ إلى حين مبارح بعد الظهر طلع بيان من وزير العدل أوضح أنه في مرسوم تجنيس، وقال أنه هو من حق رئيس الجمهورية، ولكن ليش في هذا الغموض حوله؟ وهل يقبل الطعن؟ أول شيء المرسوم التجنيس هو مرسوم عادي صدر عن فخامة الرئيس العماد ميشيل عون كما هو معروف، وصدر أيضا عن وقع أيضا الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق. صحيح. يعني إذا اليوم الاستهداف هو ليس للمرسوم، الاستهداف هو لفخامة الرئيس، وبالتالي أنا بطبيعتي ضد التجنس وضد التجنيس. أنا معروف موقفي. مظبوط، ما كنت هيك عم بسألك اسمع رأيك. معروف هذا رأيي، ولكن هذا المرسوم مرسوم عادي، لم يبقى لرئيس الجمهورية بعد الطائف إلا المرسوم العادي. بقى يبدو أنه اللي عم يطعنوا مش عم يطعنوا المرسوم، عم يطعنوا بفخامة الرئيس. هني يعني مش مقصود المرسوم بحد ذاته، يعني ال 200 اسم هودي ما بيعملوا توطين. 200 اسم ولا اكثر، لانه اليوم 400 300 400 تقريبا 369 عربي واجنبي، في منهم بحسب الصحف يعني اللي صادره اليوم 264 مواطن، عدد المسلمين 105 منهم والباقيين مسيحيين. ما هو لانه كيف بكونوا مقسمين ثقافيا بتأثر بالرأي العام بالبلد. بس انا بقول لك سنه 1994 يعني ما هبت فيهم روح المروءه لجماعه هلا اليوم اللي عم يحكوا، ان كان الوزير وائل بفعور او من يمثل او الوزير بطرس حرب يومها كان، وقت جنسوا 242 الف شخص، وكانت قمه المسخره ان يصدر قرار عن مجلس الشورى الدولي يومها اللي الرابطة المارونية خاصمت هذا الأمر، وقام تقدم بالشكوى يومتها رئيس اتحاد دولي المحامين اليوم رئيس الوي آ نيو انترناسيونال دي زافوكا الأستاذ أنطوان عقل، والنائب نعم طلع بنصر ما كانش نائب يومها، وقدموا طعن بصفة الرابطة المارونية قدام مجلس الشورى الدولي. نعم. يومتها ما سمعنا صوت لا الشيخ بطرس حرب ولا صوت الكتائب ولا صوت القوات، مع أنه كانوا كلهم ما حدا منهم بيّن. ما جنسوا 242 ألف صار يصفهم القاضي بالمحكمة، أنت مين ولدك فلان، يلا خدوا أنتوا خدوا أنتوا خدوا. كانت كلها مزرعة كرخانة، بس كان اللي بعنجر بس يحرك إصبع إجره كلهم يسكروا تمهم. أما اليوم لأنه في زلمة ببعبدة كلهم صاروا بدي يعملوا حالهم زلم. نديم جمي اليوم عشو أي مقيمته مبارح، المبدأ ما بيتغير. امبارح من فترة قاموا جماعتنا ولعوا علم داعش بالأشرفية عد ما احتلوا وهجموا وخطفوا 20 و40 وقتلوا 40 عسكري وقتلوا 20 وخطفوا 40. هلأ امبارح صار يهموا قضية التوطين 200 شخص ما بيوطنوا. أنا ضد التجنيس، أنا ضد التوطين، معروف موقفي يعني، بس إنه الاستهزاء هيك بالشكل. أنا ما بدافع عن مرسوم ميشيل عون بده يقبض مصاري من واحد سوري أو فلسطيني، شو هالمسخرة هيك؟ يعني مسخرة، قمة المسخرة. بعدين اليوم نحن بدنا نروحوا بيومتها، شو بيقوم بيعمل مجلس الشورى الدولي بهذا القرار المسخ؟ بيقوموا نحن مخاصمين وزارة الداخلية، يعني بيرجعوا، يعني هي مشكلتنا معها، بيرجعوا بيعطوا المرسوم، بيعطوا المرسوم كله سوا يومتها طبخة غازي كنعان والقرطة، بيعطوا المرسوم لمين؟ لوزارة الداخلية اللي هي تنقحوا. الله يرحم سهيل بوجي قبل ما يموت بعث له الوزير زياد باروت 100 اسم، 100 اسم هودي مخالفين لقرار التجنيس يومها، شايلون حطهم بفرامة الورق قدام العالم كله، وهي معروفة الخبرية. يعني نحن
معلش خلينا شوي يعني يحطوا مثل ما بيقولوا مي بين بيداتهم او يصلوا على النبي او يصلوا ايدهم على وجههم. طيب يعني هيدي يعني هيدي الفوضى الغير مقبوله. رد عليا امبارح وزير العدل سليم جري صادق، انا عم بحكي شفنا البيان، بيان قانوني، هن لو بدهم شيء بالقانون بيروحوا على الطعن على رواق، بس عمليه الهيصه بس مثل حصه الرئيس. نعم هلا رح نحكي بعد شوي طبعا عن حصه الرئيس، بس بدي ضل بمرسوم التجنيس. انا في بعض القوى ايه في حتى لو كان في بعضه لظروف انسانيه وغيره. لا ظروف انسانيه لا غير وضع اليوم. ما هو صاحب بنك انترا بتعرف شو المشكله بهذا المرسوم؟ قبل ما انسى بس نعم. يوسف بيدس مش فلسطيني؟ هو كان صاحب انترا. اذا بتشوفي بيت فتال وبيت ابو عضل هون كلهم سوريه اصلا، مين يعني شو بدنا نحكي؟ يعني ما في لبنان وسوريا، يعني صحيح شعبين، شعب واحد ببلدين، بس شعب واحد. بس في ناس بيجوا وقت عملوا التأمين بسوريا جابوا كلهم رئيس كمال شمعون لأنه معروف. طيب بس رح أقول لك شو الإشكالية اللي صارت بهذا المرسوم. مظبوط يحق لرئيس الجمهورية أن يوقع على مرسوم التجنيس وهذا حق له، بس السؤال يلي انطرح ليش صار بهذه الضبابية؟ ليه من أعلن عنه؟ مرسوم اسمه عال بس بقصد انه سرب، صار لنا يومين ثلاثه سرب المرسوم وما عرفنا عنه شيء، وصرنا نسمع عنه بالصحف، وصرنا نسمع بعض القوى السياسيه عم تنتقده وعم بتقول انه رجال اعمال بس لانه معهم مصاري تجنسوا، وصرنا نسمع كثير اخبار. أكيد أكيد. ما سمعنا شيء ولا اي رد من القصر الجمهوري ولا حتى من وزير العدل، حتى امبارح بعد الظهر لحتى سمعنا هذا البيان، وحتى البيان لم يقل في من حظي بالجنسيه اللبنانيه وعلى اي اساس. مش شغله وزير العدل، وزير العدل زلمه. شغله مين؟ رجل محترف الوزير سليم جرساتي بيعرف شو. عال بس وزير الداخليه كيف بده يعرف الرأي؟ بروح عند وزير الداخلية اليوم النائب الشيخ سامي جميل. سامي جميل طلب بعد كتاب على القصر الجمهوري، لك يا حبيبي يا عيني انت منك عارف انه بعد الطائف لم يعد هناك بالقصر الجمهوري ما يسمى بدوائر الملفات، اصبحت كلها برئاسة الحكومة بوزارة الداخلية. يعني هندي مش عم يعرفوا كيف عم يتصرف، ما بيعرفوا بس هيجين وهاجمين وبدون يعملوا انتصارات وهمية. هل يفترض ان يكون المرسوم علني؟ هيدا ايه هيدا ممكن يكون علني. ايه شو المشكله؟ لا هل يفترض يعني لا هل يفترض لا ان بيأسر. يكون ان هيدا يشترط بشرط العلنيه، يعني مش لازم ينزل بالجريده الرسميه. بلا بينزل بوقتها، وقت اللي بينزل المرسوم ساعتها لهم حق يطعنوا فيه. ليش في حديث انه لن ينشر في الجريده الرسميه؟ انه اسمي مرسوم اسمي، وبالتالي يحق لرئيس الجمهوريه انه ما ينشر مثل مرسوم الاقدميه بالاسم، هيدا مرسوم عادي بيقولوا له. نعم وبالتالي يمكن ما ينشر بالجريده الرسميه. لا بده ينشر، رح ينشروه بس يعني ما في مشكل بنشره، بس العملية انه القصر الجمهوري ما بده يعلق. ليه؟ ما في ما له لزوم، بس لانه مرسوم عادي هم صلاحياته لفخامة الرئيس. انا بالنسبة لي قلت لك شو بس ميشيل عون بده يقبض من فلسطيني او سوري ليوطنه، لكن ما بيعرفوا ميشيل عون منو. هني معودين بس هني معودين على غازي كنعان ورسهم غزالي، بس يحكي كلمة من فوق بيمشي بجنسه 242,000. بس إذا عمل شغلة مشان عون رئيس جمهورية قوي بعد الطائف مسيحي قوي بيزعلوا، لأنه هو مشكلته مشان عون ما هو الموارنة ما بدهم إياه قبل كل العالم، ما بدهم رئيس قوي. مش معودين على رئيس قوي، بس هم يقولون انه هن بس بحق لهم يعرفوا على الاقل، وانه ما يجي مثل كانه خلصه. بدك رايي نعرفه ولا ما عرفوا شو بيقدموا باخر؟ ما هن قرار مش بايدهم، حقهم يعرفوا. ما نحن اذا بدنا شيء نحكي مع الرئيس بري، شو بدنا فيهم؟ شو ما في؟ لا مين عم تحكي؟ عم بحكي عن المرضى والكتائب والقوات، اذا بدنا شيء مروح عند الرئيس بري. ولو القوات ما صوتوا، الوحيدين اللي ما صوتوا للرئيس بري يا استاذ جوزيف. انا عم بحكي المرضى ولا لا؟ المرضى اصدقائي القوات غلطوا، بس بغض النظر هلا اذا غلطوا ولا لا غلطوا، ما نعرفوا حالهم غلطوا. بغض النظر بس عم تقول حضرتك انه اذا بدنا شيء منهم بنروح بنحكي مع الرئيس بري وكانه هو وكيل امرهم. مش وكيل امرهم، هو الوصي والقيم. هو الوصي والقيم، هن متحالفين انه وياه. مين؟ القوات والرئيس بري؟ هلا القوات والرئيس بري؟ ايه اكيد. هلا لا استاذ جوزيف ما صوتوا له برئاسه المجلس، ولو صوتوا له كان ممكن انه يفوتوا على الهيئه او ياخذوا نائب رئيس المجلس، وبالتالي لا هيدي غلطتهم. بدناش نعلق عليها، هي غلطتهم، شو بعمل لهم؟ عال بس هذا يدل على انه لا مش منه واصي عليهم يعني للقوات. بل
بالقوة؟ ايه لا مش بالقوة، لا لا على أي أساس؟ على رئيس نبيه بري بيمون على سليمان بيك فرنجيجي وعلى الدكتور سمير جاجا وعلى الشيخ سامي جميل وعلى المستقلين أكثر ما بيمون عليهم البطرك، وأنا مسؤول عن كلامي. أنا ما عم هينهم، هي مش عيبة، لأنه هو وياهم يعني هو وياهم في ارتباط. لكن أمتى هني انزعجوا؟ عندما صار في لقاء بعتبره لقاء قمة أنا بين فخامة الرئيس ميشيل عون وبين دولة الرئيس نبيه بري، وخرج الرئيس بري وقال يومها من القصر الجمهوري اللقاء أكثر من ممتاز. هون بلشوا يضربوا أخماسهم بأسداسهم، ودغري طار دكتور جعجع إلى بيت الوسط بالنهار زيته، ومثل ما استبقي الرئيس بري على طاولة فخامة الرئيس على الغداء، نزل الدكتور جعجع وكأنه يعني ركبت السيب الثلاثية عون الحريري بري وهو صار برا، لأنه هي كانت التسوية الرئاسية بين اثنين وما حزب الله إلى حد كبير، لأنه الحزب هو الدور الرئيسي له. هلا بنشوف انه العمليه متغيره، كل شيء يعني مسموح اطلاق النار على ميشيل عون. يعني هلا جبران باسيل لو مش موجود بالحياه السياسيه شو بيشتغلوا؟ ما بيشتغلوا شيء. شو بده يعملوا؟ خليني ارجع بس بدي انهي موضوع مرسوم التجنيس. في معلومات عن مين هن ال 369 شخص؟ انا والله ما بعرفه، ما بعرف حدا منهم حقيقه يعني. وعلى اي اساس تم اختيارهم؟ بيختارون على اساس رجال أعمال، بيختارون على أساس وضع اجتماعي، على عندهم مصالح بلبنان، عايشين بلبنان، عم بيفيدوا البلد، هيك بيختارون يعني. طبعا على أساس أنا وضع... ما أنا أنا ما في دافع عن مرسو، أنا ضد التجنس، أنا ضد كل شيء اسمه تجنيس، أنا ضده. يعني أنا بموضوع المرأة اللبنانية المتزوجة بالضبط، لأنه اليوم إذا عم نحكي عن أسباب إنسانية، إذا فتحنا باب الأسباب الإنسانية فهي لا تنتهي. لا يعني بيكون شو بيكون في كتير في حالات، في نساء متزوجات لبنانيات متزوجات من أجانب مش قادرين يعطوا الجنسية لأولادهم. لا ما فيهم يعطوها بلبنان. لا بالضبط بقصد هذه الحالات بلبنان ما فيهم يعطوها، لأنه إحنا ما فينا نسمح بس بلبنان. على أي أساس نعطوا هؤلاء الجنسية؟ والله ما بعرف. بس مثلا مرة عايشة بلبنان، زوجها مثلا أجنبي وهي عايشة هون، مثلا بعطي مثل، توفى هذا الرجل وهي كل أملاكها هون وعايشة هون، يقدروا يعملوا انتقال، يقدروا يعيشوا، لا يقدروا يأمنوا حياتهم طبيعية هون بلبنان، ما عندها بلد تاني تروح عليه. بس أنا بالنسبة لقضية النساء، يعني النسوان يعني اللي تجوزوا من رجل أجنبي، معروفة اليوم حي الله مرة بتتجوز بتلحق جوزها عضيعته. نحن مش بأمريكا هون أو بأوروبا. أوروبا بس فينا نصير من الدول المتطورة. ما بدنا نصير، لأن نحن عنا مسيحية، ما بدنا، نحن ما بدنا في توازن بالبلد. نحن ما بدنا نصير من الدول المتطورة. لا نحن مدنيين ومتمدنين أكثر منهم. قليلة ما بنسمح المرأة تاخذ مرأة والرجال ياخذ رجال بالكنيسة. نحن أشرف منهم ديمقراطيا وإنسانيا وأخلاقيا. خليني كفي، بدي قضية المرأة تاخذ تتجوز واحد أجنبي وتبظلي 20، ما شو بدي بالبابا؟ بدي ما بيعني شيء، يصلح كنيسته البابا. شو بدي أنا عم بحكي عن لبنان، عن بلبنان ست جوزفين. نحن مرأة تتجوز من واحد أجنبي وتجي تخلف منه أولاد وتروح تسجنهم وتعطيه جنسية لإله، البلد بيتغير وجهه بعشر سنين. لا هاي ممنوعة، وخاصة من دول الجوار، من سوريا، فلسطين، أردن، العراق، هذه الدول ممنوعة. بس ما في مشكلة يتجانسوا دول الجوار إذا كان معهم مصاري، إذا كان لا 200 واحد ما بيأثروا، منه مشكلة. أنا ما عم دافع، أنا ما عم دافع 200 شخص، هذه صلاحيات رئيس جمهورية. مش عم بحكي عن هذا المرسوم، بس هذيك اللي بدها تتجوز معروفة، معروفة المرأة بتتجوز تلحق جوزها. عندنا نحن بلبنان بيعملوها بالعكس. مش مزبوط يعني في كل الدول المتطورة. لا مش مزبوط. حضرتك مش عن جوزك في مساواة. لا استاذ جوزفين واضحة القصة، شوفي الأحوال الشخصية. بس ايه تفضلي. ايه ما هو الأحوال، أنا بدي أعطي رأيي كمان. طبعا ما أنت ما عم تخليني كفي. أنا مستضيفتك كرمال. ما عم تخليني ممنونك بس ما عم تخليني كفي. خلص سكتت. لا بس خليني كفي. هي المرة اللي مجوزة يا استاذ جوزفين يعني كانت واضحة الفكرة، بس تفضل كررها. لا بدي كررها معلش، تعال أكون مقتنع فيها. المرة اللي مجوزة
على ضيعه فلانيه بتروح بتنتخب عند جوزها. فهمنا. فلذلك جوزها ليش بقول جوزها بينقل لعندها على ضيعتها؟ فهمنا. بهذا الشيء هذا المطلوب بس. فهمنا. ما واضحه الفكره من الاول. أوكي. بس انا اللي عم حاول اقول لك انه هذا قانون احوال الشخصيه في لبنان اللي عم نقوله اللي عم بيطالبوه انه اليوم بالمساواه بين المراه والرجل، انه حقوق المراه ان تعطي هذه الجنسيه لاولادها مثل ما بيكون في بكل الدول المتطوره، انه ساعه بدنا بنتمثل بالدول المتطوره ساعه بدنا بنقول لا ما بدنا نتمثل فيهم، وبالتالي حق المرأة هي أعطاء الجنسية. هلأ هذا برأيك؟ مش برأي، أنا عم بنقول وجهة نظر هون. ايه أوكي. أنا عم بنقول وجهة نظر بغض النظر هلأ عن رأيي شو رأيي بقول لك برات الحلقة، بس وبالتالي هلأ المشكل السياسي حول ديموغرافية البلد أوكي بفهمه، بس السؤال هو لماذا نرضى أنه يتجنس رجال أعمال من دول الجوار حتى لو كانوا من دول الجوار بس لأنه معهم مصاري وما بنرضى يعني هيدي هي ما في جواب عن هذا المرسوم. مش عن هذا المرسوم بشكل عام عم بحكي بشكل عام عن التجنيس بشكل عام مش بشكل خاص عن هذا المرسوم، هذا المرسوم بعد ما عرفنا اصلا مين هن. ما انا كمان مثلك يعني عم نشوفهم عم نشوف بعض الاسماء ما شفتهم كلهم يعني ما ماني عارف شو معطياته، بس بعرف انه يوما ما بده ينشر بده ينعرف وبده يطعن فيه بدون ما يعني له حق ينتقد واحد رئيس جمهورية، بس مش يعملها انه هو يعني هيك المصلح الاجتماعي. عرفت كيف؟ منا مش مصلح اجتماعي، مش جاي يصلح القوانين، القوانين موجودة واضحة، فخامة الرئيس عم يطبق القانون. انا ما حدا عمل لي شيء، ما بدي شيء من حدا، بس انا عم بقول لك المنطق، رئيس الجمهورية عم طبق القانون، رئيس الحكومة طبق القانون، وزير الداخلية مشي بالقانون، مجنس ناس على ذوقهم مش على ذوقهم يروحوا على مجلس الشورى الدولي بيعمل كل شيء، في قاضي كثير مش فرقانة معه من حدا، وآدم كثير وقبضاي كثير اسمه هنري خوري، يروحوا يقدموا الطعن، وفي رؤساء كبار وفي أعضاء مهمين مجلس الشورى الدولي، يروحوا يطعنوا بمجلس الشورى الدولي، حاجة يحكونا بالإعلام، شفناهم اللي كانوا خمسة صاروا ثلاثة واللي خلص ماشي الحال هلا. شو يعني كانوا خمسة صاروا ما شفناه هنا يعني عملية مزايدة جاي واحد يحكينا يقلنا انه مش انه شو لبنان لا يباع، لك شو بدك تبيع؟ ما انت تمسح له صباطه لغازي كنعان ورسم غزالة لجنسته 242 ألف شخص بعيد عن لبنان وما بيعنوا شيء للبنان واجوا بالكيلو، هلا صاروا كلهم بدهم يطرحوا يعملوا مسؤولين بالدولة ويفوتوا على الدولة ويتوظفوا بالدولة، واجينا بدنا ننظف المرسوم قيمته قيمتكم كلها، وقولوا لا الوطنية والوطنجية وإلى ما هنالك ما بتسمح. هودي بدو يحكونا بمرسوم في 200 شخص، أنا ضد المرسوم، أنا مش مع المرسوم، ولكن قانونيا له حق فخامة الرئيس يعمل 100 مرسوم لأنه هذه الصلاحيات الباقية الوحيدة له، قضية المرسوم، قضية العفو الخاص، وقضية هذا هو بس شغلتين ثلاثة، واستقبال السفراء واستقبال أوراق اعتمادهم. هلا بس يكون الرئيس عندنا بلبنان قوي بصيروا كلهم يقولوا له فل، بس يكون بده يضعف شوي بيقولوا له فل، بس يكون قوي بيقفوا ضده. معروفين مورونوي لوم تاكسي، المورنة لا ينتظمون، هي بالسرياني قال السمعاني، او المورنة لا 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 يتفقون او ما بعرف شو بيقولوا. يعني نحن ما فينا اليوم قدام وليدات عم بيصرخوا نجي نحن نقول اوكي نرضخ ونسلمهم الدوله. يعني هن هالكرسي اللي قاعده عليها فخامه الرئيس ميشيل عون بيفترض يحافظوا عليها، بكره هن يجوا، وهلا طالعين يا سيد جوزافين ببضعة جديدة انه الرئيس بقى له حصة. يلا خلينا نبلش فيها. يلا. له حصة ولا ما له حصة؟ هن عم يستشهدوا بكلام للرئيس ميشيل عون يوم كان رئيس تكتل تغيير واصلاح في الرابية، ما بعرف اذا شفته للمؤتمر الصحفي. بيقول في وقت الرئيس ميشيل سليمان انه من وين له حصة الرئيس ميشيل سليمان، وقال له الرئيس لازم يكون هو عم يحكي عن رئيس جمهورية بشكل عام انه الحكومة هي كلها حصة لانه هو رئيس جامع لكل اللبنانيين، فهم يستشهدون بهذا الكلام للرئيس ميشيل عون عندما كان رئيس تكتل، وعم بيقولوا له انه اليوم انت ما زال حضرتك قلت هذا الكلام بالسابق فلتطبقه اليوم. هن ما فيهم يلحقوا الواحد اذا قال جمله يلحقوا فيها لاخر حياته. بعدين اليوم فتنا على دوله جديده، على نهج جديد بالدوله، هيدي رئيس جمهوريه ما له حصه. يعني هن بكره اذا اجوا وما عندهم حدا كيف بيحكموا؟ رئيس جمهورية مع الحصة اللي كانت معه ومع كل شيء، يعني أنجأ قدر عمل قانون انتخاب وآخر يوم تطلع قانون انتخاب، وأنجأ قدر عمل موازنتين، وأنجأ قدر عمل كذا تعيينات الأمنية، بنبلش باللواء عباس إبراهيم اللي استقالوا ورجعوا كلفوه على 6 سنين، بنبلش بقائد الجيش مدير المخابرات
قائد الجيش جوزيف عون، منبلش بمدير عام أمن الدولة اللي طوني صليبة، في كمان عماد عثمان بالأمن الداخلي، صار في تشكيلة بالبلد، تشكيلات قضائية، تشكيلات دبلوماسية، نعمل كل شيء، بس هني الإنجازات ما بيشوفوها. هل قايلين على الكهرباء وانا ما بعرف شو قصه الكهرباء؟ لا يعني الحقيقه هاي الشغله اللي ما عم بقدر افهمها، انا شخصيا ما بعرف فيها، بس انه الوضع بالحكومه موجوده بالبلد بحصه الرئيس، وساعه يظهر وزير، وساعه يصالحوا وزير، وساعه يزعلوا مع رئيس الحكومه، وساعة مشاكل بقلب مجلس وزراء. صحيح. وانا خليني كفي. ايه تفضل. واذا كان انا من عبر الاو تي في، ايه. يعني هول المجموعات اللي عم يحكوا كلهم وبدهم حكومة وحدة وطنية. أنا برأيي حكومة الوحدة الوطنية وسكاربينتك سوا، لأنه حكومة الوحدة الوطنية هي أكبر كذبة. بلبنان بيحكم فريق وفريق الثاني بعارض. خليني كفي. أيه. بس برجع أحكي بس الرئيس بري ورئيس الجمهورية دعوا إلى حكومة وحدة وطنية. يصف له هذا رأيي، عملك رأيي. أوكي. أنا بحترمهم. رئيسنا بيبري حبيب قلبي، معروف القصة، وفخامة الرئيس معروفة، أنا بحكي صراحة. بس أنا ضد حكومة وحدة وطنية. حكومة وحدة وطنية يعني تعودنا نقعد على هذا قالب الجاتو، كل واحد شو بيطلع له حصة من خدها. لا، حكومة تحكم وهذاك فريق عم براقب، يروحوا يكسروا الدنيا ويكسروا الأرض من خارج مجلس وزراء، يراقبوا إذا وزير سرق يخربوا الأرض، يحسبوه، يطرحوا الثقة فيه. ما هن كتار، إذا بناخد المرة ده ثلاثة، القوات 15، يعني بيخربوا المجلس النواب، بيخربوا البلد، يعني إذا قدروا، إذا بدوا يعارضوا يعني. والكتائب ثلاثة، يعني اسم الله عدد كبير كمان بقى، فلذلك يعني مش هينة. إذا بيتجمعوا كلهم على بعضهم بيقدروا يعملوا، عندهم سبعة هون، عندهم رئيس مئاتي هون، بيقدروا يعارضوا قد ما بدهم وينعمل حكومة تشتغل. ما بيصير كل وزير بدهم. بس النظام اللبناني يحتمل هذا السيناريو؟ ليش ما بيحتمل؟ لأنه ليش ما بيحتمل؟ كان في تجربة سابقة عن هذا الموضوع، بتتذكر حكومة الرئيس نجيب مئاتي، وبتتذكر أنه حتى الأطراف المشاركة في حكومة الرئيس نجيب مئاتي قالت أنه إحنا ما بقى نعيد هيدي التجربة لأنه ما كانت ناجحة. وبالتالي النظام السياسي اللبناني على كتر ما هو توافقي، بكل شيء توافقي، هلأ بالأنظمة البرلمانية معك حق، في سلطة وفي معارضة، بس بلبنان مش قديم ممكن يصير هذا، يعني قديم ممكن نشوف هذا المشهد شفناه. لأنه وقت لا الرئيس مئاتي هم تعتبروا في انقلاب على أهل السنة، عملوا الرئيس مئاتي، وشفنا كان تمثيل هزيل مع أنه كان عنده ثلاث وزراء من طرابلس، بس رئيس مئاتي معروف يعني هيك بيتصرف، هيك بيشتغل. بس اليوم بوجود شخصية مثل سعد الحريري رئيس حكومة، وبوجود الرئيس نبيه بري وفخامة الرئيس عماد ميشيل عون، طب ما هلأ الوضع يختلف. يعني نحن برأيك بيقدر يشتغل؟ يعني نحن اليوم ما فينا نشد بناس أنه تعالوا فوتوا خربتوا لميشيل عون، تعالوا فوتوا قتلوا للزلمة، هي هيك عم بيقول عم ينعمل. عم تحكي عن المسيحيين؟ المسيحيين ايه، المسيحيين اكيد. يعني عم تقول حضرتك انه المسيحيين غير التيار الوطني الحر مش لازم يتشكلوا بالحكومه؟ انا برايي لو بدهم يتقاتلوا هن وياهم. يعني اليوم كل الوقت الوزير يوسف بن يانوس كلنا بنعرف يعني انه علاقتي بالمرض كثير جيده انا، بس وزير يوسف بن يانوس دائما على اشتباك وحديه مع وزراء التيار، كذلك الامر وزراء القوات ما يعني معارضه بشكل دائم كانوا. ما فينا نقول انه في يوم بالسنه ونص طلعوا قالوا والله الحكومه اشتغلت شيء، ابدا ماشي. وزراء الكتائب كانوا برا بس صريخ وعويت، يعني يعني يحطوا زبالات من بكفيه توصل على نهر الكلب، ينزل سامي جميل يتصور بين الزبالات، وهي الزبالات جايه من عنده من بيت شباب مكفية. خلينا عم نحكي منطق، مش عم هاي المعارضة المسيحية عم تقول انه تضل برا تعارض برا من البرلمان. اكيد اذا المعارضة السنية، المعارضة السنية في اليوم 10 نواب طلعوا خارج بالتيار المستقبل. نعم. في عدد من المناطق اللبنانية، الا يحق لهم ايضا ان يتمثلوا؟ رجعنا لمشكلة العد، مش معك العشرة اكثر من 17؟ اكثر من 17 شيء؟ لا بس نسبيا موجودين. طيب شو يعني طيب. يعني اذا يعني اخذنا قانون انتخاب على اساس نسبه، كمان ما فينا نقول 10 بيساوي 0. ما بقى في انا رايي معك حق عم تحكي انه لازم كلهم يتمثلوا، بس صدقيني اذا كلهم فاتوا على مجلس وزراء راح يكون مثل بيقول مثل حمام مقطوع ميته، صريخ وعويط وما في مي، ما في شيء راح يمشي. وهن قصد بده يعملوا هيك، عم بيسيروا لرئيس جمهورية وعم بيسيروا الكل ليفوتوا لجوا يخربوا الأرض، وما رح يخلوا البلد يشتغل. البلد ما بيشتغل بميت راس، ما بيشتغل، ما بيمشي. لبنان ما بقى يمشي، عندنا استحقاقات كتير،
يعني اول شيء قضيه النازحين السوريين، بعدين الاقتصاد ما بيس يعني الوضع ما بقى يسمح بالبلد. يعني هني عم يتسلوا ما فرقيني معهم، بقول لك ينكسر ميشيل عون ويفل، ينكسر التيار الوطني، مش عارفين انه بينكسر البلد كله، مش عارفين حالهم وين رايحين. وبالتالي الافضل بالنسبه مثل ما عم تقول حضرتك انه تشكيل حكومه من يعني بعض الاحزاب وبقاء احزاب بالخارج هي تعارض. هيك قصدي انا عم بحكي من الناحيه المنطقيه، يعني اعتبري بلديه، اعتبري بلديه بضيعه مش اكثريه، الاكثريه بيطلعوا بيستلموا، اذا فشلوا بعد 6 سنين بتجي غير بلديه بتستلم. نعم. بدي فوت بفصل اعلاني، من بعد الفصل الاعلاني بدي ارجع احكي يعني عن حصه الرئيس لانه ما خلصنا حديث فيها، وبدي احكي عن اليوم السجال مع القوات اللبنانيه يلي هي بدها تفوت على الحكومه وبكم حصه، وتحديدا الرساله، شفت على الرساله او شفت قريت عنها الرساله يلي ارسلتوها القوات اللبنانية إلى الكونغرس الأمريكي في 25 أيار الماضي والتي تقول فيه. شفتوا زوزو جبيلي عم يحكي، بعرفه أنا كان معنا بالمدفعية من زمان، بعد أنا يعني بعرفه زوزو فل من هون يعني بعقلية بعدها مثل ما هي كانت عقلية حرب. لا القوات اللبنانية اليوم تبنت هذه الرسالة، تبنت. ايه ما هو يعني مثلا ما هو ممثلها بأمريكا. ايه يعني وبالتالي الأمر رسمي. خلينا نتوقف على فصل إعلاني قصير وبنرجع. اوكي. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف أستاذ جوزيف أبو فاضل، بدي أرجع رحب فيك. نحن وبالبريك جاء خبر اللي هو اللي كنا عم نحكي فيه أنا وياك، واللي حضرتك قلته أنه مدير عام رئاسة الجمهورية رد على رسالة النائب سامي الجميل التي طلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، وقال له أنه وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بطلبكم، وهذا ما كنت عم بتقلي من شوي بالحلقة. بدي أرجع لحصة رئيس الجمهورية لأنه ما كفى لحتى خلص بموضوع تشكيل الحكومة والمطالب، مطالب كل القوى السياسية. حصة رئيس الجمهورية اليوم في حديث لفريد هيكل خازن، النائب فريد هيكل خازن، ولغير النائب فريد هيكل خازن بيقولوا انه هن بحقهم يتمثلوا بهذه الحكومة، وهنا عم يعملوا تكتلات اساسا اذا عم نحكي عن احجام فرزة القانون النسبي، عم يعملوا تكتلات في تكتل شمالي، في نجيب مئاتي عامل تكتل، في يعني عنا صار تكتلات عديدة بأحجام مختلفة، وبالتالي عم بيقولوا له إنه خلينا نحن نتمثل بالحكومة. حقهم يعني طلعوا عند فخامة الرئيس وراحوا عند دولة الرئيس الحريري وراحوا كمان عند دولة الرئيس بري وطرحوا وجهة نظرهم وقالوا نحن بنتمثل باثنين، نحن كتلة عابرة للقارات والطوائف وقلنا حق نتمثل باثنين، واحد مسيحي وواحد مسلم. لا عم تضحكي. شو بدنا؟ صاروخ. طيب. بقى اليوم نحن على قد حجمهم. ممتاز. بس انه اليوم واضح يعني المسيحيين، يعني انا بدي اسال سؤال انه كيف في مسيحي عنده عقل وعنده دماغ وعنده قلب وعنده دم بيمشي بشرايينه وبيقول رئيس الجمهورية ما له حصة؟ ما هو قال رئيس الجمهورية، ما هن عم يتكلوا وقت عليه. كان رئيس نحن واجينا من الشام بال 2008 في الانتخابات بال 2009 تلفن فخامة الرئيس من الشام وقال له لرئيس لا ما بده يشوفه، طلع تاني يوم شافه قال له ليك جاي انتخابات، هاي الكتلة رح تكون لك، وطمنوا انه هاي الزيارة مش ضده، لكن الرئيس ميشيل سليمان ما كان مقتنع، كان متفق مع اللي جابوه قتل جنرال ميشيل عون، رجع كمان ربح عليه انا ما ترشح يوم طفير السعيد النواب يعني ولا مظبوط بس خلص يعني اليوم صارت معروفه. كانت تقول امه للدكتور فارس سعيد ست نهاد سعيد يلي عنده معلم ما بيخوف، بقى نحن مش خيفانين من هالموضوع. وبالتالي اصبح يعني اصبحت الامور واضحه، اذا كان في مجال من تمثيل وبدون حكومة وحدة وطنية اللي أنا بسميها حكومة كذبة وطنية بيتمثلوا كل واحد حسب حجمه ما في مشكلة، بس بدون يعرفوا بدون يعرفوا أنه الثلث المعطل بده يكون بإيد فخامة الرئيس على صعيد التيار الوطني التكتل لبنان القوي ووزراء الرئيس. ولا غير هيك أدي حصة رئيس الجمهورية يعني حكيت وزراء
إذا 32 لأنه لازم العلوية يتمثلوا. 32 ليش حسمت؟ أن أبي الحريري ما لا ما بده رئيس حريري ما بده صح لا رئيس حريري صحيح. ما بده وصعب كتير يقبل يمثل العلوية ويعمل هيدي السابقة إنه تكون 32 لأنه بيعرف إنه السريين رح يكونوا من حصة والعلوية كمان والعلويين من حصة خصومه بالسياسة وبالتالي هو خسران كل فيها. النواب العلوية طلعوا اثنينتهم هن يعني مع سوريا مع الرئيس بشار الأسد خصومه بالسياسة نعم. فلذلك ما رح يقبل يعني هيدي بس لكن عم بيطالب فيها الوزير بيسيل بجدية يعني صح بيرجع في هاي الشغلة الرئيسية حصة فخامة الرئيس 3 حصة الطيار بين 8 و 9 يعني يكون في 11 بيبقى 3 بيبقى 4 4 لمين؟ ما بعرف كيف ما بعرف لمين طب اليوم القوات المدنية تقول انه هي حجمها تضاعف من بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وبالتالي هي يحق لها ان تتمثل في الحكومة صحيح انا ما بنكر حكومة القوات المدنية صار عندها بقانون النسبة تمثيل شرعي وضاعف عددها من 8 ل 15 واجوا بتحالفات وبقوتهم ما بننكر هالشيء انا ما في انكر بس ما بعرف اذا بيقدروا يتفقوا مع فخامة الرئيس يعني اليوم طلع دكتور جعجع على القصر صحيح ليش طلع على القصر لانه ما عم يقدر يشوفه كان لفخامة الرئيس كان له من وقت الاتفاق بيقول له فخامة الرئيس لدكتور جعجع اتفق انت والوزير باسيل انا صرت رئيس جمهورية طب شو بدي احكي انه هيك بالتفاصيل احكي معه اتفق انت وياه وهني هجومات على الوزير باسيل لا ينهار القوات تعتبر انه الوزير باسيل لا يريد الاتفاق معه يعني من خلال مواقف القوات المدنية اللي عم نقراها هلا انه هي تعتبر انه الوزير باسيل انقلب على اتفاق مع راب حكيوا امبارح صحيح قالوا صحيح قالوا امبارح وقالوا انه بالوظائف الإدارية بوظائف الدولة كمان ما وفى بوعده يعني كتير من عندهم عتب على الوزير باسيل بالمسلك السياسي اللي أخده من قبل الانتخابات النيابية لبعد الانتخابات النيابية خصوصا انه حتى قبل الانتخابات سمعنا الوزير باسيل بخطابات عم يتوجه فيها لدكتور سمير شعشع بخطاب تصعيدي وبالتالي الخطاب بطل هذا الخطاب تبع ورقة النوايا اعلان النوايا والى اخره ورقة النوايا اهميتها انه ما في مشاكل خففت الاحتئان وما بقى في شيء يعني بس رجع الاحتئان كانه ايه لا عم بحكي بالشارع هلا هذا ورقة النوايا بدها تستكمل باتفاق حتى بالشارع امبارح بجلد ديب شفت شو صار مشكل صار يعني دائما بيصير وما كان في اشكالات بتصير بس هذا الاشكال سهل يعني قدام المشاكل كانت تصير قبل اليوم القوات اللبنانية معتبرة حالها انه هي منتصرة وهي فعلا ربحانة ما فيها ننكر انه 15 نائب لو كان في منهم نائب المعلوف يغرد احيانا خارج السرب لكن هن يعني انه تقدمت نعم تقدمت نعم المشروعية موجودة لها لكن المشروعية تتعركش العهد وتفركش العهد وتعمل عصي بالدواليب للعهد شيء مرفوض طيب بدي بس بس خليني بس واذا كنا عم نحكي عن الوزير هجمة وزير باسيل هجمة ما هني ما خلوا شيء ما عملوه يعني هني هجموه كتير للوزير باسيل ما في شغله طرحها الا ما صارت الا ما كانوا بعدين يتدخل الرئيس الحريري ويروحوا يعني ويتدخل مليون واحد لتنحل بس ثلاث ارباع القصص اللي كانت لازم تنحل بالحكومه السابقه ما انحلت يعني كانوا دائما يهجمون الوزير باسيل طيب بدي اسمع رايك بهذه الرساله امبارح قرينا بصحيفه الاخبار مقال لي وفي انصو بيقول فيه ان القوات قالوا للامريكيين بانه يجب ان يتحالفوا مع الرئيس سعد الحريري وكثير من المواضيع شارل جابور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية بيقول بمقابلة مع الأو تي في امبارح التقيت فيه بيقول نعم القوات اللبنانية أرسلت هذه الرسالة وهي لا تخجل بهذا الموضوع على اعتبار أنه عمل اللوبينج بالدول الغربية هو عمل مشروع وبالتالي هذه الرسالة هي للرد على انطباع عام تشكل بعد الانتخابات النيابية بأن حزب الله هو المنتصر و
سيطر على كل مفاصل الدولة، فكانت هذه الرسالة للشرح بأنه لا، القوات هي من أكبر المنتصرين، وهي تريد أو أن تتحالف مع الرئيس سعد الحريري لحتى يصير في توازن في القوى بين القوى السياسية بالبلد. بس أنا برأيك شو رأيك؟ أول شيء من الآخر، إذا تحالفت مع الرئيس الحريري كيف بده يصير التوازن؟ 15 و21 شو بيعملوا؟ ما بيعملوا شيء، ما بيعملوا شيء. لا، احنا معتبرين انه الرئيس كتلة وسطية، عندنا سعد الحريري تيار المستقبل والقوات، وعندنا حزب الله وحلفائه، هيك هن معتبرين. هلا اذا بدك تحدي قوة فريق الممانعة او فريق اللي حليف لحزب الله، يتمثل بانتخاب الفرزلي نائبا للرئيس، يعني حوالي 80. يعني 2009 كانت الأكثرية الشعبية معنا والأكثرية النيابية معهم. هلا انقلبت العملية، صارت الأكثرية الشعبية معنا والأكثرية النيابية معنا. بقى في كل شيء يعني عم يعملوه هو بس لي يعني لضرب ما يسمى بالسيادة. هذا بيبعتوا كتاب للكونغرس الأمريكاني، لما الكونغرس الأمريكاني شو خصوا بلبنان؟ انتوا عم تتشكوا لناس خارج الدولة اللبنانية. يعني اليوم لو رحتوا عملوا الشورى الدولة نقول اوكي، حكيتوا كنواب، بس لوبينج هن بيقولوا، ما كل الاحزاب عندها بتعمل لوبينج برا، كل الاحزاب اللبنانيه عندها. بس ايه، بس امتى مثلا امتى بعثوا غير احزاب يعني؟ بس هيدي الخصله انه بس يصير معنا شيء دغري على الكونغرس الامريكاني. ما الكونغرس الامريكاني ووليد فارس وكل وغسان توما ومين بشد عم شدهم، واللي كان هون وفل، كل هالسيئين هاو كلهم ما بقى يسووا. يعني اليوم هاو ما بقى فينا نحن نتكل على هاو. هودي جماعة قاعدين بعقل مسوس بدماغ، يعني مش معقول يستمر نحن نجي نلتجئ لدولة مثل الكونغرس، قال له تعال شرف لهون يا كونغرس، اهتم بشؤوننا الداخلية واهتم واعتدي على ميشيل عون واعتدي على الجيش وتدخل بالجيش مثل ما عمل زوزو جبيلي برا. هذا شيء مرفوض. لا، حتى ذكروا موضوع الجيش، مش موجود الجيش في الرسالة، مش بالرسالة، عم بحكي عن قبل أول عم بحكي عن اللي حكيهم جبيلي بأمريكا، مسؤول عن أمريكا الشمالية. نعم. بالقوة، لأنه جوزيف فال من هون. بس هن بيقولوا أنه هن يدعمون الجيش، وبالعكس يدعوا، هن عطول في دعوة للولايات المتحدة الأمريكية ليدعموا الجيش لسبب واحد، لحتى يضل الجيش قوي، وبيعتبروا أنه قوة الجيش هي أساس في مواجهته للقوة المتعاظمة لحزب الله. سيد جوزيفين اللي عم بيشوف شو عم بيصير بسوريا وبإيران وبالعراق، وعم بيشوف موقف روسيا بالمنطقة، وعم بشوف حزب الله بلبنان، بيعرف انه الخط اللي هني ماشيين فيه مش عم يربح. انا ما قلت انه نحن ربحنا، بس هني مش عم يربحوا. هذا شيء واضح، فلذلك ربما التجوا للامريكان، بس الامريكان ما بيعملوا شيء. بس هي ردا على نقطة الجيش، انه هني لا يريدون دعم الجيش. انا يعني القوات اللبنانية عندهم مشكل كان مع الجيش. هلا بالحرب صح، ما في يعني لا يزال، يعني لا يزالون. يعني اليوم اذا بتشوفي اللي المرافقين طبعا الدكتور جعجع والست ريدا وكلهم هني منقيينهم من قوى الامن الداخلي، من امن الدولي، ما بعرف من وين، بس انه ما في يعني هني ما عندهم تقارب مع الجيش. بس انا بالمنطق السياسي استاذ جوزيف، مع انه حضرتك يعني اعطيتهم حق بموضوع الانتخابات النيابيه، هني عندما يريد اي فريق سياسي ان يكون حصريه السلاح في يد الدوله اللبنانيه، وانه ان يكون الجيش هو الذي يواجه الاعداء بما فيهم العدو الاسرائيلي، وان يكون الجيش هو كل ما تعظمت قوته يحد من قوه حزب الله، الا يكون يريد دعم الجيش اللبناني بالمنطق السياسي؟ أنا هذا خطاب قصدي، يعني أوكي أنا معك مليون بالمية. لكن وقت بيقول فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، أنا بعد الانتخابات بدي أطرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة المفاوضات بالقصر الجمهوري. صحيح. أول شيء، طب وقت هني بيعملوا هذا الكتاب شو بيقصدوا فيه؟ هني عم بعرجوا العملية، هي أول شيء. تاني شيء، اليوم وقت شخص بيحكي بهذا لقوا لفخامة الرئيس قولوا له أوكي، بس مش معنى خطاب إيجابي من قيادة القوات أو من القوات تجاه الطرح اللي طرحه فخامة الرئيس. دائما أعطينا سلاحك يا حزب الله، حزب الله شو أعطينا سلاحك لنقوصك فيه. يعني للأمانة، يعني أنا مبينة أنه بس للأمانة، مبارح شارل جابور بيقول كلنا عارفين أنه نزع سلاح حزب الله ليس مسألة لبنانية وهو مسألة أقليمية، ولم نتحدث به أصلا. لا يعني أوكي. حتى هم يقولون هذا، يعني بيقولوا مثلك هلا. ايه أكيد. يعني ما هني بيعرفوا هذا الشيء، أنه شو حزب الله أعطينا سلاحك، شو عم نلعب بيت بيوت؟ يعني شو تينا سلاحك حزب الله؟ حزب الله عنده أجهزة استخبارات عم بيقتل إسرائيل، حزب الله مرتبط بإيران
ارتباط عضوي مثل ما اخواننا بالمستقبل المرتبطين بالسعوديه ارتباط عضوي. حزب الله عم بيقاتل بسوريا، عم بيقاتل حدود العراق، حدود الاردن، حدود تركيا. ما فينا نجي نقول له حزب الله هيك دغري، يعني انه يا لا سمحت السيد ضبوا هالسلاحات واعطونا هني حتى بعدين. اليوم في شغله مهمه كثير، عندنا 4 طيارات جبناهم عند الامريكان، بعد هلا عم يبرموا فيهم الجيش ونحن كثير مبسوطين. طب هلا يعني اي وين تكافؤ الفرص بيننا وبين اسرائيل؟ يعني اليوم اسرائيل ما بتعرف شو عنده سلاح حزب الله، لانه المدني مقابل المدني، هيدي التوازن، توازن الرعب. طب كيف يعني معقول نجي نحن نبعث كتاب على الكونغرس وكمان ونشوف حالنا انه بعثناه؟ ما هذا الكتاب مسيء، هذا يخلق السياده برايك؟ اكيد. طيب من هذا الكتاب بدنا ننتقل لموضوع بالنسبه لي الشار جبور، يمكن مع كل اللي بقولهم وحديته بعده هو وملحم رياشي مع احترامي للألقاب بعضهم، يعني أفضل شيء بيعبروا عن الواقع الحقيقي بالقوات. لا هو الحقيقة أنا عم بنقلك لأنه امبارح تحديدا عملنا تقرير بنشر أخبار من OTV وحكينا معه حول هذه الرسالة. ما بعرف شفته. بكل الأحوال من هذه الرسالة بدي أنتقل لموضوع الحكومة وتشكيل حكومة القوى. بعرف أنه رأيك مش مع حكومة توافق وطن، يعني حكومة وحدة، ولكن ننجح لبنان ولكن يبدو الاتجاه بهذا يبدو أنه رايحين بهذا الاتجاه صح؟ ما لا ما فينا نقول، ما فينا بدنا نشوف من رئيس كان في هلا السعوديه وامريكا تطالب بتمثيل القوات بالحكومه الجميع. نعم نعم، ودولة الرئيس بري بعد حكي مع هو فخامه الرئيس وقت قعدوا جلسه اتفقوا على خطوط كثير مهمه، يعني اتفقوا على اشياء كثير مهمه ما دخلوا بالتفاصيل، بس هذا مطلب الرئيس بري دائما انه ان يتمثل الجميع. بس انا ضد هالشغله، يعني انا مع احترامي لدوله الرئيس بري انا ضد انه يكون في حكومه وحده وطنيه. بس انا عم بسالك نحن باي اتجاه رايحين بحسب الواقع؟ في شد حبال، في شد حبال، يمكن نوصل لوقت لا يمكن نوصل لوقت ما في مجال بقى مع القوات، لانه العمليه يعني العمليه عم تتوتر عم تتصاعد والتوتر عم بيزيد كل يوم عن يوم، وشد الحبال عم بيزيد، بيوصل لوقت بينفصله بينقسمه. بنشوف الرئيس الحريري شو في يعمل بالسعوديه. بس اذا كانت بالضبط يعني اذا كانت الرغبه الدوليه والخليجيه اللي هلا عم تقولها السعوديه والامريكيه، يعني ما السعوديه الامريكان بيسيروا السعوديه، اذا قالوا لهم اوكي خلوا للرئيس حريري يالف حكومه، ما هلا كمان هيدي تضرب السياده كمان. بس بدناش نقعد نعلق على كل واحد، انه ما كل واحد عنده ارتباطات وعنده صداقات. بس اليوم رئيس الحريري احتجز بالسعوديه بشهاده رئيس فرنسا. نعم يعني خطف صح، خطف واجبر على الاستقاله. هيدي مسرحيه كل ما يتذكرها رئيس الحريري ما بينسى الدكتور جعجع. ما بيقدر ينسى، حتى ولو اذا بدك صار في لقاء بيناتهم ويبدو انه في رغبه خليجيه بتقارب الرجلين. هو الدكتور جعجع دائما ينشد حمايه اقليميه ودوليه بعد اللي صار معه، من بعد اللي صار معه بعد تفجير كنيسه سيد النجاة وحل حزب القوات، دائما ينشد هذه الحمايه الدوليه والاقليميه لانه ما بده هالشغله. بس هو عمل حسابات، انا برايي حساباته السياسيه بالنسبه للحكومه خطا. يعني هو وقت ما انتخب الرئيس بري وهو قريب منه كتير، وإذا بتشوف كيف يستقبل يعني النواب جورج عدوان أو الوزير ملحم رياشي أو النائب السابق أنطوان زهرة كيف يستقبلوا بعين التيني، أو يعني استقبال الفاتحين بحبونه كتير وبكذا، ليش ما انتخبوه؟ يعني شو بس هم يعتبرون أنه هذا دليل على ثبات مواقفهم. يعني القوات تعتبر انه عدم انتخابها للرئيس بري هي دليل على ثبات مواقفها، وانه هي لا تغير مواقفها بحسب الظرف السياسي، ومش لانه بدها تقطع الطريق امام الوزير جبران باسيل بتروح بتنتخبه، وبالتالي هي عم تحس انه عم تحصد هذه المواقف عند الراي العام عم بيشوفون. هو اللي عرف لعبها ذكيه جبران باسيل، وزير جبران باسيل عرف لعبها، ترك حريه الاختيار لكن اكثريه 17 عاطين الرئيس بري. نعم. ايه منتخبين الرئيس بري. بس ما هذا القوات بيقولوا انه هذا يحسب على التيار الوطني الحر لانه بيعتبروا انه ما ثبت على موقفه. لا هذه حنكه سياسيه ولكن براغماتيه سياسيه برايي. لا ما مش براغماتيه، لا ما برموا هالقد. ما برموا، صار في اتفاق بين فخامه الرئيس والرئيس بري. لا ما كان الوزير بيصير على الغدا كمان، يعني مش هيك القصه. مزبوط. لا كان هيك وبدها وقت يعني تحلحل. بكره بيشوفوا بعضهم مجلس النواب، ما بعرف شو بيعمل، بزور الوزير باسيل الرئيس بري، ما بعرف انه هيدي
بدها وقت تصير نقول براغماتيه. لا مش هالقد، لا نعم. بعد مش مش ظابطه. الوزير الوزير انا عم بسالك، الوزير باسيل ظهر من لقائه مع رئيس الحكومه سعد الحريري وقال، كان تصريحه ملفت جدا وكثير في عناوين ممكن تنطرح، ولا مره ليش ما بحق لنا ولا مره ناخذ حقيبه المال او حقيبه الداخليه وبالتالي نحن عم نطالب فيهم، لا لتكريس أي حقيبة بأي طائفة، وهذا له دلالات سياسية خصوصا مع الفريق الشيعي وتحديدا طبعا أنه حزب الله وحركة أمل لناحية التمسك بوزارة المالية والتوقيع الشيعي الثالث. اليوم الاشتباك إذا بدك السياسي بين الوزير جبران باسيل والرئيس بري على هذه المواضيع تحديدا على حقيبة المال، إلى أي مدى يمكن أنه نشوف فصوله بعد هلأ بالأيام المقبلة برأيك؟ خف كتير بخف خلص. يطرح وقت الاستشارات النيابية غير الملزمة مع دولة الرئيس الحريري كلام مش يعني كان ابن ساعته، انتهى بوقته بالنسبة للمالية والداخلية. كيف يعني؟ يعني هو مطلب آني كان بنفس النهار، بعدين العملية بلشت تتغير. يعني وزارة المالية حسمت للشيعة. بس على أي أساس تغيرت؟ تغيرت لأنه صار في اتصالات وهيك صارت الموضوع. وصار حسمت للشيعة خلص، محسومة للطائفة الشيعية الكريمة. حسمت للشيعة من أي منطلق؟ من منطلق تكريس حقيبة المال للطائفة الشيعية؟ لأنه في فرق، في رئيس بري هو بيعتبر أنه بالطائف لم هو الطائفة الشيعية لم تمثل بالسلطة التنفيذية. بقى خلينا ناخد وزارة المالية صحيح إلى حد ما. هلأ في اتفاق بينه وبين حزب الله، الحقيبة السيادية لأمل، لحركة أمل صحيح، والحقيبة الخدماتية إلى جانب وحدة تانية لحزب الله. هذا الاتفاق اللي مزبوط. صار مزبوط. بس ولكن الداخلية والمالية من ضمن الخارجية والدفاع، يعني الوزارات السيادية الأربعة مزبوط. نعم. بس بقصد حقيبة المال تحديدا يتمسك فيها تمسك فيها حركة أمل والفريق الشيعي، لأنه ممكن أن تضمن لهم التوقيع الشيعي الثاني في السلطة التنفيذية. صحيح. بقصد هل سيكرس هذا العرف؟ هم يقولون انه كان في مبادرة ولاية الطائف وفي سجل سياسي، يعني في منقسم البلد، في ناس بيقولوا معهم حق، في ناس بيقولوا ما معهم حق. انا اذا بدي احكي منطق ومعك بتعرفي بحكي، يعني بحكي بالمنطق، وانا اصلا ما بحكي الا منطق بس معك بحكي. لقلك شغلي، اليوم اخواننا الشيعة يعني كيف حاكمين بالبلد؟ حاكمين بعضلاتهم، ما عندهم سلطة. مجلس النواب معه المفتاح، رئيس بري بيشرع او ما بيشرع، هاي سلطة، بس انه هاي السلطة ما انها تنفيذية. اليوم بعض حاكمين بقوتهم بكترهم بقوتهم بعضلاتهم هيك، بس انه تكون عندهم شيء بقلب السلطة التنفيذية ما لهم الا وزارة المال، تكون في طويعة ثالث بعد رئيس جمهورية بعد رئيس الحكومة في وزير المال، لانه هو يوقع على كل مرسوم. فلذلك هيدي عم يعتبر دولة الرئيس بري انه هيدي ممكن تأمن لهم المناصفة بينهم وبين الطائفتين المسيحية والسنية. بين المسيحية والسنة. نعم. هذه الأكثر وأقل، وهي اتفقوا عليها مع حزب الله، يعني مع حزب الله ومع رئيس الجمهورية. بعد مع رئيس الجمهورية محسومة للشيعة، حسمت محسومة للشيعة شيء، وتكريس عرف التوقيع الشيعي الثالث شيء ثاني. مش عرف، ما لنا عرف يعني، هي بس إذا أخذوها بيكون يعني رح يأخذوها. بس منه يعني عرف، بس يعني امبارح كان، بس اخذنا ضمن اي سياق؟ ضمن اي سياق؟ ضمن السياق يلي سمعناه عند وقت مرسوم الاقدميه. هلا بعد الطائف اصبح البلد طائفي كتير، هذا الطائف اللي عم شوفه حاله فيه، هذا كرس طائفيه بالبلد لاخر ما بقى تطلع. من بعد هذا الموضوع الظروف اليوم تحكم انه يكون هذا الوضع هيك، لانه الرئيس بري بده هيك، وهو رئيس لديه حلفاء من القوات للكتائب للمردة للمستقلين للرئيس مئاتي لعبد الرحيم مراد لأسامة سعد، هاو كل هالمجموعة تقف إلى جانب الرئيس بري. الرئيس بري إذا بك تحكي يعني هو أكبر كتلة لديه إذا كان بده يعارض فخامة الرئيس. بالضبط، هذا اللي بدي أوصل له. تفضلي. هي عم تقول حضرتك عنده أكبر كتلة إذا يريد أن يعارض الرئيس، وبالتالي إلى أي مدى نحن عم نشهد بوادر تشكل مشهد سياسي جديد، مشهد انه هل في فريق كبير بمجلس النواب سيعارض اذا بدك العهد بين مزدوجين؟ لا، ما قلت لك اذا كان في اتفاق بين الرئيسين بتصير الخلاف هوديك على التفاصيل بينحل. يعني العمليه الحكومه ماني شايفها مثل ما قال الرئيس الحريري انه على العيد، بتصير العقد تتحل حل وحده ورا الثانيه. يعني اليوم حزب الله مفوض الرئيس بري وفوض عنه،
على علم انه الحديث غير هيك. لا انا مسؤول عن كلامي. حزب الله ما بده عم بيقول انه وزاره خدماتيه بس وهو الرئيس بري. عبر عن رايه انه هو عن مطالبته بالدخول الى المعترك الحكومي بشكل جدي وبده يغير. صحيح عم يحكوا بوزاره التصميم صح تخطيط بدهم نائب بدهم وزير من بعلبك الهرمل للاهتمام بالمنطقه يعني مصممين صح. بتعرفي هي بتخضع للتوازنات الطائفيه ست شيعة بس بده يشوفوا اذا يعني بتحمل وزيرين المنطقه ما بتحمل ثلاثه بده يروحوا على الضاحيه ويروحوا على الجنوب في التوازنات مناطقيه اكثر مهمه اكثر فلذلك في يمكن يتمثلوا بثلاث وزراء مثل ما هن ثلاثه واحد بعلبك الهرمل واحد الضاحيه وواحد جنوب لانه الحزب ما بي بس انت عم تقول موكلين رئيس بري هذه المهمه ايه رئيس بري هو راح يفاوض فيها وعم بيفاوض حكي مع فخامه الرئيس بهالموضوع شو قصه وزاره التخطيط وزاره التخطيط وزاره كثير مهمه ما بتتعارض مع صلاحيات رئاسه الحكومه لا لا ما بتعارض لانه رئاسه الحكومه تعتبر انه عندها في اكثر من اداره موجوده عندها مجلس الانماء والاعمار وكل الادارات التي تعنى بالتخطيط في البلد هي تخضع لرئاسه الحكومه وبالتالي اي وزاره للتخطيط بدها تقطع عليها هذه الطريق او تتقاطع على الاقل لا بصير في تنسيق لانه حزب الله يريد ان يدخل الى الدوله بمشروعيه قويه يصير عنده شرعيه داخل الدوله وهذه الشرعيه تفيده ان كان بالنسبه للعقوبات وان كان بالنسبه لوجوده بالمنطقه لانه هو دخل بحرب مستعره مع اخصامه بكتله النائب السابق يحيى شمس والقوات والمستقبل بعلبك الهرميل وكان نقطه ضعفه المنطقه المهمله وقانون العفو هذا كان نقطه ضعفه يعني كلهم حكيوه بهالمجال هلا بده يرجع يحيي حاله يفوت على الدوله بشكل جدي مش انه وزارة زراعة بدي فوت طب ده هذا الشيء رح يدائم الرئيس سعد الحريري الذي سيعود قريبا من المملكة العربية السعودية وما بنعرف شو رح يكون بجعبته خصوصا وأن المملكة اليوم عادت الى لبنان بشكل ملموس يعني عملت افطار على شرف الرئيس سعد الحريري يبدو انه في تحرك ما لها استبعد يعني نادر الحريري استقال المسؤولين اذا بدك عن تدوير الزوايا وعن ربط النزاع مع حزب الله وبعيدوا من دوائر القرار في بيت الوسط كيف رح نشوف هذا المشهد بالعلاقة مع حزب الله تحديدا والعمل الحكومي؟ أول شيء السعودية تعرف والرئيس الحريري بيعرف السعودية بيعرفوا أنه قانون النسبية بوصل لهم هذا أول شيء ثاني شيء الإفطار اللي انعمل على شرف الرئيس الحريري أنا برأيي انعمل على شرف الدكتور سمير جعجع لأنه كان هو النجم وقاعد على طاولة الرؤساء وما كان قاعد مع الوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب كان قاعد على طاولة الرؤساء فلذلك السعودية اليوم هي تحاول أن تجمع ما بين القوات والرئيس الحريري بأي طرق بأي شكل من الأشكال أن يكونوا متحالفين مهما كان السبب وعليه يعني إذا بدنا نقول اليوم كل عم ينتقدوا فخامة الرئيس بالحصة وبهودي هو كله سوا بدو يعملوا حسابهم منيح أنه لن يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على حكومة غير مقتنع فيها بتضل هالحكومة تصرف أعمال إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ما رح يوقع إذا منه مقتنع فيها الحكومة ما رح ينزع عهده ويعملوا مشاكل بضل الأمور ماشي مثل ما هي التعيينات موجودة وساعتها هني مسؤولين عما يعملوا عم بيصرخوا بس كمان هو بيعتبر أنه حكومة العهد الأولى يجب أن لا تتأخر بالتأليف هو عم يسعى جهده يعني هو كرئيس جمهورية هو يتمنى أن تكون هناك حكومة لكن إذا كانوا هن ما بدهم يعني يقولوا أنه في موقع رئاسي ويعارضوا على العمياني بحقد بكذا وبكذا بيدفعوا الثمن كلهم سوا المسيحية هي آخر فرصة مش آخر فرصة لأنه هي فرصة مهمة لألهم ليكونوا يعني يكون في عندهم دولة إلى علم ونشيد وحدود ورئيس إذا بيحبوا هذا الشيء بعدين مش هيك واحد بيدعم المؤسسات الشرعية ومش هيك إذا مفكرين أنه يعني بيمشي البلد هيك ما بيمشي من كيات طيب بدك تقول بعد شيء قبل ما أختم بدي طالب بجنسية لشاكيرا أنا هاي شاكيرا أصل لبناني وبدي أطلب أنه اليوم جاي ب 13 آب والنائب ستريدا جعجع راحت عند قائد الجيش وقلت له بدنا هليكوبتر تنقلوها صح وأنا أؤيد هذا الشيء ونحن نفتخر أن يكون لدينا هذه عملة جنسية أنا من زمان كتبت صفحة كاملة عنها من شيء 13-14 سنة
بجريدة الديار من القديمة يعني، طلبت لها بجنسية لأنه هي بحق لها بتكر أمها من تنورين بيها من زحلة، وهيدي لازم تنعطى جنسية. هي عم بتطالب؟ هي ما بدنا بدون ما تطالب، لازم نحن نعمل حركة تجاهها، وإن شاء الله ب 13 آب بتكون يعني فاتحة خير بمهرجان. شكرا لك جوزيف أبو فاضل على وجودك معنا اليوم بحوالي. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.